هلو، ازيكم؟ النهاردة هنعمل لحمة انتركات بصوص البصل، سهلة وسريعة وطعمها خطير. في صينية سخنة على النار هحط زبدة وزيت، وهنزل بشرايح اللحمة الانتركات بعد ما تبلتها بالملح والفلفل وجوز الطيب. انا تبلتها كويس من الجنبين، وبعدين هديها صدمة برضو من الجنبين. انا عايزاها بس تاخد لون، ما تقعدش كتير في السوا. هخلص كل الكمية اللي عندي، وبعدين اشيل اللحمة على جنب، ومطرح اللحمة والصوص اللي كان فيها هبتدي ان انا اشوح بصلتين كبار متقطعين ترونشات، واحط عليهم معلقة سكر. اول ما البصل يصفر شوية هحط عليه فصين ثوم. انا هخلي البصلة تاخد بس لون اصفر كده، انا مش عايزاها تغمق قوي، وبعدين هحط عليها معلقة دقيق. هقلبها كويس مع البصلة، واول ما تبتدي تدوب هنزل بكوباية لبن. هقلب البصل والصوص كده، وبعدين ارجع بكمية اللحمة اللي انا كنت عاملاها كلها. اللحمة هتكمل سواها في الصوص، وهتاخد من طعمه، وهيبقى طعمها حلو جدا. انا هنا زودت نص كوباية لبن تاني علشان حسيت ان الصوص قليل على اللحمة، وقلبتها كويس في الصوص وخليتها تكمل سوا 10 دقايق وبتكون اللحمة جاهزة. جربوها هتعجبكم جدا. بون ابيتي.